أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يعتمد على كتب التفسير المعاصرة دون الرجوع إلى كتب التفسير للمتقدمين؟ كتب التفسير المعاصرة أنا لا أعرف منها شيء، ما ذكرت منها شيء حتى أقول عنها إن كان عندي منه معرفة، أما الكلام المجمل هذا فلا. كتب المفسرين المعاصرين إذا كانت تعتمد على كتب المفسرين القدامى فهي جيدة، أما إذا كانت مبتكرة وفكرية هذه لا تغني شيئا، ولا يجوز أن يفسر القرآن به. القرآن يعتمد تفسيره على 4 أوجه، على ما تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة، أولا على القرآن بعضه يفسر بعضا، القرآن بعضه يفسر بعضا، فإن لم تجد في القرآن ففي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد في سنة الرسول ففي تفسير الصحابة رضي الله عنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد في تفسير الصحابة ففي تفسير التابعين تلاميذ الصحابة. هذه أوجه التفسير، هذه أوجه التفسير، كما في ابن جرير وابن كثير تفسير والبغوي وغيره من كتب التفسير الموثوقة. نعم. أحسن الله إليكم. وكتب المتأخرين والعصريين إن كانت تمشي على هذا النمط فعلى العين والرأس، أما إذا كانت من أفكارهم ومن تصوراتهم فلا يلتفت إليها. نعم.